27/3. هذا هو المضاد الطيران الأساسي اللي هلأ اجى على سوريا. الله أكبر عليك، مضاد طيران كله مغلف. تفضل. مضاد طيران نظامي مغطى، هذا ممنوع يكون ظاهر مشان العدو ما يكشفنا. كله مضاد طيران. طلع على المضاد شو مغطى. مضاد على الكمبيوتر. يا ربي هيك يجي يوم نحمل غاز على الكمبيوتر من دون ما ننزل من السيارة ونطلع. صواريخ ايه، صواريخ ايه، طل ايه مضاد طيران. ها والله طلع انت على اول تنتين اللي عدوا مضاد مغطى بجادر. اي سلاح بالوراء. تفضل تفضل. هذا من عيم العثملي 2000، من عيم 63، وعيم 1900 وخشبه. طلع. الله اكبر. هذا الرتل، هي اول رتل انا صار لي هون بصور ارتال 6 اشهر. هذا الرتل الوحيد المزخر في مضاد طيران. ايش نسمي هذا الرتل ابني؟ هذا رتل. طلع معناتها الحكايه قربت 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 الحكايه. هذا اخر رتل بدخل مزخر بمضاد طيران. تفضل. ليش مشحمليه بخينهم بالطين؟ تفضل تفضل تفضل. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. تفضل. هذا جاي مشان الاستيراد، هاي مشان استيرادات براكيات وشغله، هاي مشان استيراد. طب ليش بخينهم تراب؟